النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نجاوب على اللي هو الأسئلة بتاع الموديل اللي هي drag and drop. فهنا بيسألني كده، بيقول لي drag and drop the labels at their suitable place or at their suitable places. طيب مثلا أنا عندي الليبلز موجودة تحت اهي. أول حاجة أعدهم، 1 2 3 4 5 6 7، هما 7 ليبلز. كل ليبل موجود في برواز كده مستطيل أو مربع، وفي نهايته دايرة كده من فوق على الشمال. الدايرة دي اللي احنا هنحطها في المكان المناسب، يعني مثلا الريتينا نلاقي فيه خط أهو وبيقول لي نحط هنا ريتينا أهو، يعني نحط الدايرة في المكان المطلوب. في رينج طبعا، يعني لو أنا حطيتها كده صح، حطيتها في أي رينج من الرينجات اللي حواليها، يعني منطقة أي منطقة كده في الحتة دي في الدايرة دي كده تبقى صح. فمثلا انا بختار ايه انسب مكان وبحطها روتينا كده. الكورنيا مثلا اهي، تمام، يعني بحط الدايره في مكانها. السيلياري ماسل اهي، اللينس كده اهو، الايكوزيومر اهي هنا، الفيتريسيومر اهي، الفيتريسيومر هنا. ممكن احط الفيتريسيومر في اي مكان بقى، لأن الرينج بتاعه كبير شوية، ممكن أحطه هنا أو هنا. فأنا ليكن مثلا هنا في المنتصف هنا. الأوبتيك نيرف أهو، لو عديت الليبلز لازم ألاقيهم 7، يعني لو عشان ممكن أنسى حاجة. 1 2 3 4 5 6 7، لو هما 7 عددهم نفس العدد اللي تحت ده يبقى كده أنا حطيت كل الليبلز. طيب خليني كده احط مثلا حاجه في مكان مش مظبوط، يعني مثلا اللينس احطها هنا كده مثلا بعيد شويه، واقول له ايه submit and finish. اهو كله موجود صح ما عدا اللينس، انا حطيتها هنا، هو بيقول لي مكانها المفروض يبقى هنا بعد ايه ما جاوبت. تمام، فهو ده ايه بالنسبه لايه للدراج اند دروب. طيب اللي هيستخدم الموبايل يا ريت في النوع ده من المسائل يعمل روتيت للموبايل، يعني الموبايل ما يخليهوش عادل، لا يلفه بالعرض، تمام، عشان الصورة كلها تبان ويعرف ايه ينقل. لو الصورة كلها باينة التنقلة بالموبايل اسهل من الماوس، يعني ان انا بحط بس عليها صباعي وبحرك فالاقيها بتتنقل معايا بسهولة جدا. بس هي الفكرة ان الصورة كلها تكون باينة قدامي في الموبايل، فلو لقى ان الصورة مش واضحة او مش باينة في الموبايل اعمل روتيت، يعني الف الموبايل واعمل روتيت سكرين طبعا قبلها، والصورة كلها في الوقت ده تكون باينة، فاقدر ايه انقل الليبلز زي ما انا عاوز. شكرا جزيلا.